بعيونها، عيونها على الخيول وعلى الجمال، منو تشوف؟ ماكو جمل إلا وعليه امرأة، ماكو جمل إلا والبنيات الصغيرات. وين الرجال؟ أبويا وينه؟ أبويا ما إجا، أعمامي ما إجوا، أخويا علي الأكبر ما إجا. لما أقبلت العقيلة زينب نظرت إلى فاطمة العليلة، ألقت نفسها عليها، أخذتها إلى صدرها. الله الله، هي زينب تقبلها، هي تقبل يدي زينب، تقبل رجليها، تقول عمه أبويا وينه؟ وين أبويا؟ عيونها على القافلة ماكو، أين أبي؟ أين أبي؟ قالت لها حبيبتي لقد قتل الحسين عطشانا بكربلاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نظرت قالت عمة أين أخي علي الأكبر؟ قالت لقد قتل. أين ابن عمي القاسم؟ لقد قتل. أين عمي العباس؟ وين عمامي؟ كلهم راحوا. اجوا اجوا، دخلت النساء والاطفال. قالت عما يا رجال قتلوا شهداء، اين اخي الرضيع؟ شو الرضيع عما موجود وياكم؟ صاحت زينب بني بني حتى الرضيع قتلوه على صدر والدي. صاحت وويلاه ومصيبة يا ليتني كنت قبل هذا عميا. يا ناس يا ناس، حتى الطيب المذبوح إذا أنا أدري في هالمجلس أكو طفلة يتيمة ما أقرأ، ما أقرأ، أغير المصيبة. إن شاء الله ماكو طفلة يتيمة تسمع صوتي وتحن على أبوها. هم بنات الشهداء إن شاء الله لا يسمعن صوتي. ردين ضاعن ما بي أبو. ردين ضاعن ما بي أبو. الضعن رجع لكن أبو ماكو، أبويا ماكو وياه. ردين ضاعن ما بي أبو، لا بي خيت، لا بي أخو، لا بي أخوت، لا بي أخو. فهمي فهميني يا عما يا شكو، وين اخوتي؟ وين اخوتي؟ وين اخوتي؟ وين اخوتي؟ قالت العقيلة اغلقوا الباب، لا تخلون الباب، لأن كل نساء المدينة يردن يجن. لا، لا تدخل علينا إلا مفجوعة ولا أم مفجوعة تجي تواسينا، لأن هي هم قلبها ملجوم، قلبها مصاب مصدوع ما يخالف. فأغلقوا الباب. بدأت زينب تبين، أم سلمة، بقية النساء، وهكذا فاطمة العليلة، القريبات، الأهل، تحدث شنو صار في كربلاء. وإذا بالباب تطرق، أقبل
بنات العلي علينا فتحت الباب وإذا بها ترى أم البنين أم البنين. يلا يلا باب الحوائج باب الحوائج وينهم وينهم المرضى وينهم أصحاب الحوائج. صاحت صاحت عمة عمة زينب انت قلتي اذا اكو وحدة مفجوعة ولا تخل تجي. عمة اجت ام مفجوعة باربعة اولاد مو ولد واحد. اي صاحت صوت صايات اه يا فقد الاحباب. اي والله شموح الشاي يا داري الاطياب هناك وسمعن الصرخه ورا الباب. انا معباس انا معباس جيتك نادي بدري هبك زينب وصاحت لك هب الله وياي قوما ساعدنها هاي ام البنين الراح منها صناديد اربعه وبالحرب نبني. الله اكبر. تقدر تشوف هذا المشهد. دخلت دخلت زينب امامها دخلت اه لما نظرت الى العقيله صاحت سيدتي اين اخوك الحسين. صاحت العقيلة لقد قتل بكربنا. جعلت أم البنين تلطم وتنادي وحسينا وزينب تنادي وعباس. على صدر أم البنين طفل صغير هذا طفل أبي الفضل العب. كل النساء والأطفال قامن يقبلن هذا الطفل هذا يتيم أبو فاضل هذا يتيم أبي الفضل العباس. كلمة أخيرة قالت أم البنين سيدتي يا زينب أخبريني. الله 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 أخبريني هل بيض العباس وجهي عند فاطمة الزهراء. قالت يا أم البنين يا أم البنين لقد واسى أخايا إلى أن قطعت يداي. كانت أم البنين تأتي في البقيع ترسم خمس صور خمسة مو أربعة خمس صور من القبور. هذول أربعة أولادي زين القبر الخامس منه القبر الخامس هو قبر الحسين. تبكي على الحسين أكثر مما تبكي على أولادها حتى أن مروان ابن الحكم مر ورآها مروان بقساوة قلبه وشقائه بكى بكى. الله الله اي قبر صغير بين هاي القبور الخمسة قبر صغير. سألوها يا أم البنين هذا القبر الصغير قالت هذا قبر ولدي العباس أبو الفاض كان رشيدا طويل القامة. قالت أخبروني أن قبر ولدي العباس حينما دفنه زين العابدين اتخذ قبرا صغيرا. ليش ليش أقول تتحملون أصحاب الحوائج لأن العباس قطعوا يديه ورجله الجسد كله تقطع لذلك أشياء مقطعة أشياء مقطعة جمعها وخلاها في قبر صغير. أي رحم الله من نادى وعباسا.